العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جيش الاحتلال يعلن اعتراض صواريخ ومسيرات وسط إسرائيل وسقوط 19 إصابة في الطيرة. شهداء ومصابون في قصف للاحتلال لمدينة غزة ووسط القطاع. أكثر من 70 مليون أمريكي يصوتون مبكرا في الانتخابات الرئاسية حتى الآن. أسعد الله صباحكم مشاهدينا، والبداية مع تطورات الأوضاع في لبنان. من العاصمة بيروت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نحو 4 مسيرات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، ونجح جيش الاحتلال في اعتراض واحدة. وكانت دوت صفارات الإنذار دوت في خليج حيفا ونهاريا وعكا ونحو 20 بلدة بالجليل، وجاء ذلك على خلفية تحذيرات من تسلل أهداف جوية مشبوهة. في الأثناء تحدثت مصادر إعلامية عن أن مسيرة أصابت مصنعا في نهاريا بالجليل شمالي إسرائيل. وكان جيش الاحتلال أعلن رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل واعتراض بعضها، فيما سقطت أخرى بمناطق مفتوحة. وكانت الصفارات دوت الليلة الماضية في تل أبيب ومحيطها، فيما تحدث جيش الاحتلال عن رصد إطلاق صواريخ من لبنان. في الأثناء أفادت شرطة الاحتلال بوقوع 19 إصابة جراء سقوط صاروخ على بلدة الطيرة وسط إسرائيل. المزيد من المتابعة مشاهدينا، تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. مرحبا بك دانا، ماذا عن إطلاق 4 مسيرات باتجاه شمال إسرائيل من لبنان؟ دانا هل تسمعيني؟ وجيش الاحتلال سيبك. نعم أسمعك. تفضلي. بالفعل هذا ما تحدثت عنه إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي والعديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية. كانت هنالك صفارات الإنذار دوت في عشرات المواقع بداية من نهارية، وكذلك الحال وصلت صفارات الإنذار إلى عكا وترشيحة ومعلوت في الجليل الأعلى، تحسبا لتسلل مسيرات ورشقة صاروخية كما كانت الأنباء الأولية، حتى أن هذه صفارات الإنذار كانت قد دوت ووصلت خليج حيفا. وكانت التقديرات الإسرائيلية في بداية الحدث بالحديث عن أكثر من مسيرة، خاصة أن صفارات الإنذار كانت قد دوت في عشرات المواقع، وهذه من البروتوكولات المعمولة من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن يتم تفعيل صفارات الإنذار في أكثر من مرة حينما تكون الخشية هي مسيرات وليست رشقات صاروخية. كانت أيضا هنالك مسيرة تم رصدها في منطقة بارليف الصناعية، والتي يصطدم مصنعا أمنيا كانت حزب الله، وكان حزب الله قد استهدفها الأسبوع الماضي. وبعد هذا الحدث وبعد توقف هذه الصفارات، كانت صفارات الإنذار قد دوت في مرش بن عامر وأيضا بالقرب من قاعدة رماد دافيد الجوية أيضا لتحسب لتسلل مسيرات.
الجبهة الداخلية بعد سلسلة من صفارات الإنذار التي دوت لفترة طويلة ودقائق طويلة. كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت انتهاء حدث المسيرات في أجواء إسرائيل. إذاعة جيش الاحتلال قالت حينها بأنه تم رصد ما بين 3 إلى 4 مسيرات تسللت من الحدود اللبنانية وتم اعتراض واحدة منها. أما هيئة البث الرسمية الإسرائيلية فكانت قد تحدثت عن رصد إطلاق مسيرتين من لبنان، وبأن أحدهما استهدفت مصنعا في نهارية والثانية سقطت في مرج بن عامر. بعدها دوت صفارات الإنذار مرة أخرى في خليج حيفا والجليل، وإذاعة جيش الاحتلال حينها، وهذا هي الحادثة كانت قبل نصف ساعة تقريبا، قالت بأنه تم رصد 10 صواريخ من لبنان تجاه الجليل وخليج حيفا وشفا عمر، والذي سمع فيها ذوي انفجارات في المنطقة على إثر تعرض هذه المنطقة إلى إسقاطات صاروخية فشلت القبة الحديدية في اعتراضها، فيما قامت منظومة الدفاع الجوية في التعرف على بعض هذه الرشقات وقامت باعتراضها، ما أدى أيضا إلى سماع أصوات انفجارات جراء منظومة الدفاعات الجوية. وكانت هذه الانفجارات قد تركزت في منطقة الجليل، ومقاطع فيديو من وسائل إعلام إسرائيلية بالفعل كانت قد أوضحت هذه الاستهدافات، سواء من استهداف المسيرة للمصنع العسكري في نهارية أو سواء من الإسقاطات الصاروخية في منطقة شفا عمر في الجليل. أشكرك شكرا جزيلا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دنا أبو شمسية. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال يقترب من نهاية المرحلة الأولى من العملية البرية بجنوب لبنان، وهذا بعد شهر من بدئها. وأشارت إلى أنه من المقرر تسريح آلاف من جنود الجيش والاحتياط نهاية الأسبوع. وزعمت هيئة البث الإسرائيلية أن العملية البرية في الأراضي اللبنانية حققت إنجازات مهمة، من بينها كشف بنى تحتية لحزب الله. أعلن حزب الله اللبناني إطلاق صواريخ على قاعدة جاليلوت الإسرائيلية. أوضح أنه استهدف القاعدة التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية. يأتي ذلك في ظل استمرار الحزب في قصف العديد من المناطق والمواقع التابعة لجيش الاحتلال. استشهد لبنانيان وأصيب آخرون في استهداف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استمر لصباح اليوم، واستهدف قرى قضاء وصور وبنت جبيل جنوبي البلاد. وتسببت غارات الاحتلال في تدمير مربع سكني بما فيه من مباني وخدمات عامة، وخاصة بالقرب من مجمع الإمام الحسين في صور. بينما استهدفت قوات الاحتلال بنيران الرشاشة الثقيلة أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلم الشعب. في ظل الحرب المستعرة داخل الأراضي اللبنانية، يسعى المواطنون لإدخال لحظات من البهجة والسعادة على قلوب أطفالهم، أملاً في مساعدتهم لتخطي تبعات تلك الحرب. مصففة الشعر اللبنانية كريستي رحال ترفع معنويات الأطفال النازحين بقص شعرهم مجاناً في مدرسة للنازحين من ويلات الحرب على لبنان. أطفال كأشجار الأرز قد تحرق الحرب أوراقها، لكنها لن تتمكن من اقتلاع جذورها يوماً. يتعطشون لابتسامة تعيد ترميم قلوبهم الذابلة وتمحو من ذاكرتهم مشاهد القتل والدمار والقصف، تبني مجدداً مدينتهم الجميلة التي لم يعرفوا سواها. كريستي ككثير من أهل لبنان الذين أرادوا تقديم أقصى ما يملكونه للتخفيف عن الفارين من الحرب، علهم يستطيعون محو ذلك الكابوس من أحلام أطفالهم وإعادة رسم البسمة فوق شفاههم مجدداً. لأن هذه ربما هي الطريقة الوحيدة التي أستطيع من خلالها المساعدة، ومن خلال المساعدة بأي طريقة سيحدث ذلك فرقاً بغض النظر عن مدى صغر اللفتة. How small the gesture was.
إن رؤية الأطفال سعداء تجعلني أيضا سعيدة وتجلب لي الفرح، كما تجلب لي الراحة لأنني قادرة على المساعدة بطريقتي الخاصة، لكنه كما تعلمون من أجل رفاهية الطفل وإعادة ثقته بنفسه. لم تكن الحياة بذلك الرفق الذي ظنه أطفال لبنان دوماً، فلم يعتقد هؤلاء الأبرياء أن هناك احتلالاً غاشماً يخبئ لهم خلف مستقبل غامض آلاف المخططات والأحلام المفخخة، رغبة في سرقة وطنهم وأرضهم وتشريد عائلاتهم وذويهم. والآن مع التطورات في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. بطل في أمل، يئسنا. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين منذ فجر اليوم جراء قصف للطائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة ووسط القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال حي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة. أفاد مراسلنا بانتشال جثامين 5 شهداء من أسفل منازل شمال مخيم النصيرات، وكان طيران الاحتلال استهدف منازل في المخيم الواقع وسط قطاع غزة، وقد استقبل مستشفى العودة عددا من الشهداء والمصابين، فيما قصف الاحتلال في الوقت نفسه محيط المستشفى والمنطقة الغربية بالمدفعية. ويواصل الاحتلال منذ الليلة الماضية نسف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات. وكان جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين بقصف عمارات سكنية في جباليا شمال قطاع غزة يقطنها أكثر من 170 مدنيا. وأكد الإعلام الفلسطيني سقوط 84 شهيدا من بينهم أكثر من 50 طفلا، بالإضافة إلى عشرات المفقودين والمصابين جراء المجزرتين. والمزيد من المتابعة والتفاصيل لتطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه ينضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك يوسف، ما أبرز ما رصدت اليوم؟ نعم بسنت، يمكن القول إنها كانت ليلة عصيبة عاشها مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد سلسلة من الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وعشرات القذائف التي أطلقتها المدفعية صوب المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المخيم، وتحديدا في منطقة أرض المفتي والمخيم الجديد. ما رصدناه هي عشرات من نداءات الاستغاثة التي وصلت إلى طواقم الإسعاف والدفاع المدني، والتي كانت لساعات عاجزة عن الوصول إلى عدد من المنازل التي تعرضت للقصف بسبب كثافة النيران، ولأن الطائرات المسيرة المعروفة بطائرات كواد كابتر استهدفت سيارات الإسعاف بشكل مباشر وحالة وصولها إلى المصابين والضحايا خاصة في منطقة أرض المفتي. مع ساعات الصباح الأولى تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منازل جرى تدميرها خلال ساعات الليل، لكن لم تستطع هذه الطواقم استكمال مهامها نظرا لخطورة المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من مخيم النصيرات، ولأن الاحتلال الإسرائيلي لا زال ما بين فينة وأخرى يطلق القذائف المدفعية صوب هذه المناطق من خلال الآليات المتمركزة إلى الشرق من مخيم البريج وسط قطاع غزة. حتى الآن لا يمكن الحديث عن حصيلة عدد شهداء هذه الغارات والقصف، كون أن الضحايا لم تصل جثامينهم إلى مشفى العودة أو شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، لكن يمكن القول إن 5 شهداء جرى انتشالهم اليوم
والليلة الماضية أيضا جرى انتشال 3 شهداء من هذه المنطقة. أما في المحافظة الشمالية لقطاع غزة حيث تتواصل العملية البرية الإسرائيلية هناك، طبيحة اليوم استشهد 3 من عائلة واحدة قصفوا عند نقابة العمال في منطقة طاوي شمال غرب مدينة غزة. وفي هذه الأثناء أيضا لا تزال المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها صوب مناطق متفرقة وأحياء سكنية في بلدة ومشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ويحاول الجيش دفع من تبقى في هذه المناطق إلى النزوح صوب مدينة غزة، بعدما جدد مرة أخرى إلقاء المنشورات على مراكز الإيواء في منطقة بلدة بيت حانون وفي مناطق جباليا وبيت لاهيا، تطالب النازحين هناك بالانتقال مرة أخرى إلى مدينة غزة أو جنوب القطاع. بالإضافة إلى ذلك لا تزال مصائر عدد كبير من المواطنين مجهولة، خاصة في منطقة جباليا، مع إعلان مصادر عائلية عن أن أبنائهم كانوا في منزل لعائلة الغندور، وأن الاحتلال الإسرائيلي دمر هذه البناية التي يتواجد فيها العشرات من أبناء العائلة، وأن أخبارهم قطعت فور هذا القصف، لكن الحديث يدور عن عشرات الشهداء والمفقودين إثر هذه الغارة الإسرائيلية. لكن الواقع في جباليا أكثر تعقيدا، كون الدفاع المدني لا يستطيع الوصول هناك، لا توجد أيضا جهات خدمات مثل الإسعاف التابع لوزارة الصحة أو حتى جمعية الهلال الأحمر، بعدما أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة تلك المحافظة ودمر مقتنياتهم سواء على مستوى السيارات والتي كانت بحوزة طواقم أو السيارة الوحيدة التي كان يمتلكها جهاز الدفاع المدني بالمحافظة الشمالية. لذلك الواقع هناك يزداد سوءا وقتامة. بقي أن نشير إلى أن الطائرات الإسرائيلية غارت صبيحة اليوم أيضا على منطقة ما بين خان يونس ودير البلح، وتحديدا من القرب من وادي السلقة، دون أن تسلم هذه الغارة عن وقوع إصابات أو شهداء. يوسف، هل عمليات النزوح ما زالت مستمرة؟ يعني يقوم الفلسطينيون بالانتقال من مكان إلى آخر؟ هذا ما يجري منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة. الساعات 24 الأخيرة سجل فيها حالات نزوح من المخيم الجديد في النصيرات ومن منطقة أرض المفتي، كونها أصبحت بلحظة واحدة مناطق عمليات خطيرة كما يصنفها الجيش الإسرائيلي. ولأن القصف بات يطال منازل المدنيين، لذلك حاولوا الوصول إلى وسط مخيم النصيرات. هذه حالة نزوح جرت في المنطقة الوسطى، لكن في شمال القطاع يحاول المواطنون هناك الانتقال من منطقة إلى أخرى في نطاق المحافظة الشمالية، على أمل ألا يستطيع الجيش الإسرائيلي تنفيذ المخطط الرامي إلى تفريغ المحافظة الشمالية من كل القاطنين فيها. البعض ينجح بالانتقال من منطقة إلى أخرى، الاحتلال يحاصر أحيانا مراكز الإيواء ويجبر من بداخلها على النزوح صوب مناطق أخرى. لذلك نحن نتحدث عن حالة نزوح متواصلة داخل قطاع غزة وفي مختلف المحافظات، وإن كانت في اليومين الأخيرين أكثر تأثيرا في محافظة شمال القطاع وفي المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من مخيم النصيرات. أشكرك شكرا جزيلا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من أن الوضع في شمال قطاع غزة كارثي، وقال المسؤولون في بيان وقعه رؤساء هيئات من الأمم المتحدة من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات إغاثة أخرى، إن الفلسطينيين جميعا في شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف. وأكد البيان أن المساعدات الإنسانية لا تتماشى مع حجم الاحتياجات بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى المنطقة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي بيت لحم ونابلس، واستهدف الاحتلال صباح اليوم قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وداهمت عدد من منازل القرية و أتلفت محتوياتها وأقامت ارتكازات أمنية لمنع دخول وخروج الأهالي، بينما اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم بلاطة بمدينة نابلس ونفذت حملة اعتقالات.
والآن إلى ملف الانتخابات الأمريكية. أفادت بيانات مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا الأمريكية بأن أكثر من 70 مليونا أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات من خلال طرق التصويت المبكر، وأشارت البيانات إلى تصويت حوالي 37 مليونا و 458,617 حضوريا، فيما صوت 32 مليونا و 594,669 عبر البريد. أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة The Times أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كاميلا هاريس تتقدم في 4 ولايات متأرجحة، وهي ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا ونيفادا. يأتي ذلك بينما تتساوى هاريس مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب في أريزونا. ورجح الاستطلاع أن تقدم هاريس يشير إلى إمكانية فوز أول سيدة بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أظهر استطلاع لموقع يوغوف تقدم ترامب على هاريس في جورجيا ونورث كارولينا. من جانبه دعا ترامب سكان ولاية ويسكونسن بالتصويت له في الانتخابات الرئاسية، وقال أمام حشد من أنصاره إنه يجب القول لهاريس يوم الثلاثاء المقبل كفى. وأشار المرشح الجمهوري لأنه يتقدم في ولايات عدة، ولكن لا ينبغي الاكتفاء بذلك وضرورة التصويت له ضد منافسته الديمقراطية. إلى هنا مشاهدينا انتهت هذه النشرة، ولكن التغطيات والنشرات مستمرة مع حضراتكم على مدار 24 ساعة. كونوا دائما معنا.